أهلا بحضراتكم مرة تانية في استكمال لهذه الساعة الإخبارية من استوديوهات سي بي سي. عودة إلى المشهد السياسي وتطورات المشهد السياسي وجبهة الإنقاذ، أحد أهم التجمعات الحزبية في مصر. جبهة الإنقاذ أعلنت في بيانين منفصلين لها عن عدد من التحركات اللي هتاخدها في الأيام القليلة المقبلة. التحرك الأول هو تفويض من جبهة الإنقاذ للسيد حمدين صباحي والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، وكذلك لرئيس نقابة المحامين الأستاذ سامح عاشور، في ان هم يكونوا ممثلين عن جبهة الانقاذ مع رئاسة الجمهورية. وبالتالي جبهة الانقاذ كان لها عدد من التعديلات او التغييرات اللي هي شايفاها ضرورية في الاعلان الدستوري. سيكون هؤلاء الثلاثة من السياسيين الوطنيين البارزين في مصر هم من يمثلون جبهة الانقاذ مع رئاسة الجمهورية. على نحو اخر، جبهة الانقاذ كمان دعت هي وحركات شبابية على رأسها حركة التمرد إلى إفطار جماعي في ميدان التحرير يوم الاثنين والجمعة المقبلين. معنا على التليفون سيادة وزير الخارجية السابق السفير محمد العرابي، وهو أيضا نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو بارز في جبهة الإنقاذ. مساء الخير يا سيادة الوزير. أهلا، مساء النور. أهلا يا فندم، بشكر حضرتك على انضمامك لنا. إيه سبب دعوة جبهة الإنقاذ للمصريين إن هم يتوجهوا إلى ميدان التحرير يوم الاثنين ويوم الجمعة المقبلين؟ هو طبعا حضرتك عارف وتابعت إن جبهة الإنقاذ خلال الفترة الماضية هي قامت بدور رئيسي ورائد في عملية زحف نظام الإخوان، وبالتالي الجبهة كان في كلام في الفترة الماضية طالما ان احنا وصلنا الى الهدف فما جدوى يعني بقائها، ولكن الجبهه رأت انه لازلنا في مرحله فيها مخاطر كبيره، فيجب ان احنا نستمر في دورنا في حشد الجماهير، ان احنا نقف وراء الانجاز اللي حققناه ونحافظ عليه. فبالتالي كانت هذه الدعوه وان شاء الله تكون ناجحه، وزي ما بنقول دايما ان الجبهه هي اللي يعني تقريبا كانت الاداه الاساسيه في إزاحة نظام الإخوان في الفترة الماضية. سيادة الوزير، في نفس الوقت هناك تفويض من جبهة الإنقاذ للسيد حمدين صباحي والسيد البدوي وأستاذ سامح عاشور للحوار، لبدء الحوار مع الرئاسة. هل هناك نقاط معينة ستثار في هذا الحوار مع المستشار عدلي منصور؟ لا، هو يعني الجبهة عمرها أصلا ما كانت تعرف منصة لفرد واحد ان هو يعني انطلق منها لتحقيق اهداف يعني خاصه به. فبالتالي رؤيه انه يكون في هناك توسيع لقاعده المشاركه من قاده جبهه الانقاذ المحترمين اللي قاموا بدور طبعا كبير خلال الفتره الماضيه. الحقيقه انا حاسب المؤتمر ما حضرش الاجتماع الاخير ده، ولكن ممكن يشارك طبعا في الجهود القادمه، ما فيش مشكله في هذا الموضوع. لكن احنا بنشوف انه الجبهة يجب انها تستمر في الاتصال بمؤسسة الرئاسة، وخاصة في عملية التعديلات الدستورية القادمة والمصالحة الوطنية. هيكون لنا دور برضو فيها. مفهوم سيادة الوزير. بالتالي مشاركة القادة الثلاثة اللي حضرتك ذكرتهم انا بشوف انها هتكون فعالة ومؤثرة ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا سيادة وزير الخارجية السابق محمد العرابي، عضو جبهة الإنقاذ ونائب رئيس حزب المؤتمر. اسمحوا لنا ان احنا نخرج لفاصل قصير، نعود بعده ونتحدث ونحلل هذا الموقف السياسي مع احد اهم المفكرين السياسيين في مصر حاليا، وهو دكتور حسن نافع. ولكن سنترككم مع مشاهد من مؤتمر الجمعية الوطنية للتغيير التي تعلن فيه عن موقفها السياسي من الأحداث الجارية. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ أحمد. المؤتمر النهاردة احنا قلنا عشان تحديد موقف الجمعية من الأحداث الجارية ومن الإعلان الدستوري ومن التشكيل الوزاري. احنا امبارح اصدرنا بيان ادلنا فيه التدخل الاجنبي في شؤون مصر، وخاصة من الولايات المتحدة وبعض الدول مثل تركيا التي تحاول حماية هذا النظام الارهابي، هذه العصابة الارهابية المسماة الاخوان. طالبنا ايضا بسرعة تقديم محمد مرسي وقيادات الاخوان في القضية، في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، ودي قضية احيلت الى نيابة أمن الدولة العليا، ونرجو سرعة استدعاء هؤلاء المتهمين ومحاكمتهم. احنا
بنطالب المسؤولين في البلد بحسم الموقف الأمني الآن. في فوضى حقيقية في البلد، احنا عايزين حسم هذا الموقف. الاعتصام السلمي يبقى معتصم في مكانه، لكن لا يمكن أن نسمح بشل البلد وتروية ناس. ده اسمه إرهاب، يجب اعتقال كل من يقطع الطريق أو يروع الناس. أما الاعتصام السلمي فده حق دستوري، احنا مش معترضين عليه. تطبيق القانون مش تطبيق القانون طبعا، يعني كل الإجراءات اللي بنطالب بها إجراءات قانونية. في كلام عن مصالحة الآن، كلام عن مصالحة مع الإخوان ومفاوضات للخروج الآمن. لا خروج آمن لمن قتل، لا مصالحة على دم، المحاسبة أولا ثم المصالحة لمن ينبذ العنف ويرضى بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. الآن موقف الجمعية من الإعلان الدستوري مع الدكتور جمال زهران المنسق العام المساعد الجمعية الوطني للتغيير. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الجمعية الوطنية للتغيير بتحدد موقفها من إعلانين دستوريين صدر. الإعلان الأولاني كان يوم 6 يوليو 2013 الخاص بحل مجلس الشورى، والجمعية الوطنية بتأيد هذا الإعلان الدستوري لأنه كثيرا ما ذكرت في بياناتها وحست على ضرورة حل هذا الكيان غير الدستوري والكيان الباطل كثيرا، ولذلك هذا الإعلان كان استجابة لمطلب ثوري فوافقنا عليه. أما بخصوص الإعلان الدستوري الثاني اللي صدر في 8 يوليو، حضراتكم كنتم بتتابعوا وما زلتم بتتابعوا حتى الآن مشاهد من مؤتمر صحفي عقدته الجمعية الوطنية للتغيير بتعلن فيه موقفها من الأحداث السياسية الراهنة. والأحداث السياسية اللي احنا بنعيشها دلوقتي دي، رغم ان هي ما بقلناش غير اسبوعين او اقل من 3 أسابيع على هذه التغيرات السياسية الكبيرة اللي بتحصل في مصر، لكن كل يوم الأخبار اللي فيه اعتقد ان هي تكفي الجرايد لمدة شهر. النهاردة على سبيل المثال خبر ما قلناهوش في الجولة الإخبارية لأن كان هناك أخبار أكثر أهمية بكثير، ولكنه في حد ذاته هو خبر هام للغاية، إن الإعلامي أو المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أو المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية الأستاذ أحمد المسلماني أعلن إن رئاسة الجمهورية ستعقد أولى الجلسات في إطار المصالحة الوطنية برعاية رئيس الجمهورية في وقت قريب للغاية. إيه هي تفاصيل هذه الجلسات وماذا نتوقع من عملية علنية ترعاها رئاسة الجمهورية للمصالحة الوطنية الشاملة؟ بيشرفنا النهاردة في الاستوديو أحد أهم المفكرين السياسيين وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافع. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ علي. أو مساء الخير، أنا اليوم عندي في رمضان معلش بيرتبك في الصباح مع المساء. دعوة الرئاسة للمصالحة الوطنية، كنا بنتكلم في الأيام اللي فاتت إذا كانت هذه المؤتمرات هتعرف فعلا وهتنجح فعلا في رأب الصدع ما بين التيارات السياسية والواقع السياسي اللي موجود على الأرض، هل تنجح هذه المؤتمرات دكتور حسن؟ أنا نفسي أن احنا ما يبقاش في مؤتمرات من النوع اللي كان بيتكلم عنه الدكتور مرسي طول الوقت أنه يدعو كل الأطراف للحوار. طبعا المصالحة ضرورية جدا ومطلوبة جدا، وبدونها لا يمكن أن يتحقق الاستقرار السياسي الذي هو الركيزة الأساسية لدوران عجلة النشاط الاقتصادي من جديد، وبالتالي للعودة إلى الحالة الطبيعية. لكن لكي تنجح هذه المصالحة لابد أن يكون هناك يعني لدى إدارة المرحلة الانتقالية الحالية تصور لقواعد وشروط هذه المصالحة. إنما إذا دعيت كل الأطراف وعملت مكلمة وكل واحد قال اللي هو عايزه، يعني تتخندق الأطراف في مواقعها الرئيسية ولن تعثر على أرضية مشتركة يمكن أن تبني فوقها أو على أساسها هذه المصالحة. يعني أنا لغاية دلوقتي مش عارف من هي الأطراف المدعوة لهذه المصالحة وشروط هذه المصالحة والقواعد التي ستقوم عليها. وعندما نعرف بالضبط ما هي الأطراف المدعوة وكيف سيتم إدارة المؤتمرات الخاصة بالمصالحة، لأنه لازم يكون في شخصية محورية مهمة تقبلها الأطراف لكي تدير هذه المصالحة بشكل محايد تماما، ثم
يعني تستخلص يعني كل القواعد والشروط والنتائج التي سيتم التوافق عليها، وبدون هذا ستتحول إلى مكلمة ولن تؤدي إلى مصالحة حقيقية. حضرتك كمفكر سياسي وكأستاذ في العلوم السياسية ممكن وأكيد عندك اطلاع على مثل هذه العمليات اللي هي ممكن تكون بتحصل بعد ثورات أو بعد انقسام شديد في المجتمع في دول أخرى، إيه اللي المفروض أن احنا نعمله هنا في مصر علشان بالفعل نحقق نوع من أنواع الوفاق الوطني ما بين المواطنين اللي ليهم توجهات سياسية مختلفة؟ لا، ما فيش تجربة تماثل تجربة أخرى على الإطلاق. المشهد السياسي القائم حاليا في مصر له خصوصية شديدة. نحن تقريبا يمكن الدولة الوحيدة اللي مرت بثلاث مراحل انتقالية متعاقبة، خلالها قامت ثورتين تقريبا، ثورة 25 يناير ثم ثورة 30 يوليو. في كل مرحلة في كل مرحلة انتقالية قالت مسؤولية إدارتها لجهة معينة. المرحلة الأولى كان قالت الإدارة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة منفردا، وبالتالي كان شكل الخريطة السياسية في ذلك الوقت مختلف عن المرحلة الثانية اللي قالت قيادتها أو إدارتها المنفردة للدكتور محمد مرسي، وبالتالي أصبحت جماعة الإخوان المسلمين هي الطرف الذي يقود إدارة هذه المرحلة، وانتهت في النهاية بثورة. ونحن الآن نعود إلى نقطة الصفر من جديد، وعلينا أن نبدأ باستكمال كل المؤسسات الدستورية. مطلوب دستور جديد، مطلوب برلمان جديد، ومطلوب رئيس جديد. فكأننا بالضبط عقب 11 فبراير سنة 2011. أنت الآن في ظل وضع مختلف تماما عن المرحلتين السابقتين. أنت عندك النهاردة تيار ليس صغيرا يقول أن ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري، وأن هذا الانقلاب يعني غير شرعي بطبيعة الحال، وأنه أسقط الحكم الشرعي، وبالتالي له شروط لكي تستكمل المصالحة. وفي مقدمة هذه الشروط أن يعود الدكتور مرسي رئيسا للبلاد، ثم هو بنفسه يدير هذه المصالحة ويقول لك بقى ان احنا ممكن منذ هذه اللحظة نقدم التنازلات المطلوبة، ولكن بعد تصحيح. وهل ده سيناريو منطقي؟ غير منطقي وغير ممكن، وهو نوع من املاء الشروط. ولا اظن ان جماعة الاخوان المسلمين يعني في موقف يسمح لها باملاء شروطها. لو كانت الجماعة تصرفت بحكمة اكبر لما كنا قد وصلنا إلى هذا الحال، ويعني لا كان يمكن للدكتور محمد مرسي إذا قام بتقديم بعض التنازلات أن يعني تبدأ العجلة في الدوران وتبدأ عجلة المصالحة، ويقود هو فكرة المصالحة. لو كان على استعداد لتغيير الحكومة بالكامل، لو كان على استعداد لتغيير النائب العام إلى آخره من هذه يعني المطالب التي رفعتها المعارضة، لكنه لم يفعل. فالنهاردة بقى مش بعد ما قامت الثورة وتدخل الجيش تستطيع أن تقول لا لازم يرجع المرسي ويعمل اللي انتوا كنتوا عايزينه. هذا كلام غير منطقي. لكن للأسف أنه جماعة الإخوان تقودها يعني قيادة جماعة الإخوان حاليا هي قيادة متشددة ولا تتبنى موقفا مرنا يسمح بإجراء هذه المصالحة. هناك يبدو يعني حسب ما يتردد هناك انقسامات داخل جماعة الإخوان، هناك تيارات شبابية يعني تريد أن تحاكم المسؤولين داخل الجماعة الذين أوصلوا البلاد إلى هذا الوضع، وأوصلوا الجماعة إلى هذا الوضع، وهو وضع يعني ليس صحيا على الإطلاق بالنسبة للجماعة. ده يتعارض شوية مع تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية بتقول إن المعتصمين جوه ربع العدوية ما بيسمعوش حد غير قيادتهم، وما بيستجيبوش لحد غير قيادتهم، وعندهم إيمان كامل إن اللي بتقوله لهم القيادات هو الصدق، واللي بيقوله أي حد تاني هو الكذب. خطورة وجود هذا النوع من الأتباع أو المؤيدين في مكان واحد على المجتمع شكله إيه؟ احنا عارفين ان جماعة الاخوان المسلمين لها بنية تنظيمية خاصة، ولها فكر خاص، ولها قواعد خاصة تقوم عليها. فكرة او مبدأ السمع والطاعة، فكرة المبايعة الى اخره. وهناك انشقاقات من داخل جماعة الاخوان المسلمين، هناك يعني رموز كبيرة كانت اعمدة اساسية داخل الجماعة، وخرجت من الجماعة اما مطرودة واما انسحبت
بمحض إرادتها إلى آخره. ويعني ما كتبه هؤلاء يعني يمكن أن يلقي الضوء ساطع على الإشكالية الحقيقية داخل الجماعة. فكرة الدفاع عن التنظيم حتى الموت، يعني هو بقى بينسى في واقع الأمر الأفكار التي قامت على أساسها الجماعة، بينسى الأهداف اللي بتسعى إليها الجماعة، ويتحول التنظيم إلى في حد ذاته إلى صنم يتعين الدفاع عنه بكل الوسائل الممكنة. وده اللي خلى جماعة الإخوان المسلمين تحكم العملية التنظيمية وبالتالي تسيطر على أتباعها تقريبا سيطرة تامة، وبالتالي كل من يخرج منها يصبح منبوذا أو مطرودا، أما الجماعة فتبقى. أنا أظن أن الجماعة تواجه لأول مرة وضع جديد تماما، لأنه لم يسبق لها أن خاضت تجربة الحكم، وبالتالي هناك تجربة يتعين تقييمها. وأعتقد أنه الأعضاء الجماعة وخاصة الشباب غير راضين عن أداء القيادات خلال هذه المرحلة، واتخذت مواقف أوصلت البلاد إلى المأزق الذي تعيش فيه. السؤال بقى إلى أي مدى يعني هذا التيار قوي داخل الجماعة؟ أنا أعتقد أنه هذا التيار سينمو، لكن كم من الوقت يحتاج لكي يفرض على قيادة الجماعة أن تجري حوارا داخليا، وأن تجري نوعا من النقد الذاتي الداخلي، وأن تقيم ما حدث، وأن تحاسب المخطئين، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لكي تتطور هذه الجماعة بما يسمح لها من إنقاذ نفسها. حضرتك شايف أن قدامها فرصة للتطور، مش شايف أن اللي بيحصل ده هو نهاية جماعة الإخوان المسلمين كتيار سياسي؟ هو ممكن يبقى ده وممكن يبقى ده، ممكن هذا يتوقف بقى على يعني مصير الحوار الداخلي، مصير عملية النقد الذاتي الداخلي. إذا تصلبت قيادة الجماعة ورفضت هذا الحوار ودخلت في عملية تصادم مع هي في الواقع هتتصادم بقى مش مع نظام حاكم مستبد كما كان الحال قبل ذلك، ولكنها إن تصادمت فسوف تتصادم مع بقية الشعب المتحد مع الجيش في هذه المرحلة، لأن أداء جماعة الإخوان المسلمين خلال المرحلة السابقة يعني أدى في واقع الأمر إلى كوارث وإلى التأثير حتى على الأمن الوطني نفسه وعلى معيشة المواطنين. طب وحضرتك من معرفتك بقيادات الجماعة، مش معرفة كأكاديمي، معرفة كشخص يعمل في العمل العام، دكتور محمد بديع، مهندس خيرت الشاطر، سعد الكتتني وغيرهم، محمود حسين وغيرهم من قيادات الجماعة، تعتقد أن هذه الشخصيات بما تعرفه عنهم قابلين لأن هم يعودوا تاني على مائدة الحوار ويتكلموا على مصالحة وطنية؟ لا أعتقد ذلك، وإن كان الأمر يحتاج إلى بعض الوقت. هذا سيتوقف على الطرف الآخر أيضا، ما هو المشكلة بتبقى يعني عندما يكون هناك حالة استقطاب وتكون هناك جماعة يعني خارجة يعني هي أحد طرفي الاستقطاب، على الطرف الآخر أن يقدم أطروحات أيضا، فما يعني الأمر سوف يتوقف على هذا التفاعل أو هذا الحوار المحتمل بين الطرفين. ماذا يقدم الطرف المنتصر؟ يعني في حاليا فعلا طرف منتصر وآخر مهزوم، ماذا يقدم الطرف المنتصر للمهزوم؟ هل يقدم له طوق نجاة؟ هل يسحبه في اتجاه مصالحة حقيقية؟ طب يقدم يعني له إيه بالفعل يا دكتور حسن؟ يعني مؤسسة الرئاسة والأحزاب السياسية الأخرى إيه اللي في إيدها ممكن تقدمه بالفعل ممكن يكون مقبول لجماعة الإخوان المسلمين لتعود إلى المصالحة الوطنية والشعب المصري ككل؟ أنا رأيي فيما عدا الإصرار على أن يعود الدكتور مرسي رئيسا للدولة كشرط يعني إذا تخلت جماعة الإخوان عن هذا الشرط كل الأمور الأخرى يمكن أن تكون مطروحة للتفاوض وقابلة للتفاوض. يعني بمعنى أنه لا يجب على جماعة الإخوان المسلمين، لأنه شرط مستحيل، ولأنه يعني يمكن أن يضيع كل شيء. الشعب يعني أحس أن عبئا كبيرا جدا انزح من كاهله، ولكنه يدرك في الوقت نفسه خطورة استمرار الانقسام وخطورة لجوء الجماعة إلى العنف. وبالتالي من مصلحة الجميع سواء الجماعة أو المجتمع أن تكون هناك أرضية مشتركة تسمح بأن تشارك الجماعة في بناء أو في إدارة حتى المرحلة الانتقالية القادمة. يعني الحديث يكونوا وزراء يعني يا دكتور حسن؟ نعم، ممكن يكونوا وزراء، يكون في أعضاء ممكن تعرض عليها لو قبلت، وأظن أن ده كان في ذهن الحكومة الحالية يعني. بس
صعب قوي انك انت تبدا بانك انت تطلب من جماعه الاخوان ان يشتركوا في حكومه قبل ان تصل الى نتائج للحوار، لان مجرد مشاركه احد اعضاء الجماعه في الحكومه معناها القبول بالامر الواقع، ومعناها انك انت يعني انخرطت في اداره مرحله جديده دون ان تكون موافقا على. انما اللي المفروض يحصل بقى وانت تدعو للحوار انك انت تخلي موضوع الحكومه مفتوح وقابل ان الجماعه تنخرط فيها او تشارك فيها في مرحله لاحقه، ان يكون قانون الانتخابات القادم، القانون الذي ستجري على اساسه الانتخابات الرئاسيه، سياسه الدوله في المرحله الانتقاليه القادمه، يعني يمكن ان تكون بتوافق الاراء من خلال صيغه معينه يجب ان يتم بحثها. انما ما ينفعش منذ اللحظة الأولى أنك أنت تيجي وتقول أنا أفرض شروط. يعني أنا ما أريد أن أصل إليه أنه هل يمكن إدارة المرحلة الانتقالية الجديدة التي ستطول لما يقرب من عام بمشاركة كل الأطراف، أم أنها ستتم من خلال رؤية الطرف المنتصر وستنتعامل على أساس أن هناك طرف منتصر وطرف مهزوم. أنا أتمنى أن يعني أن تنضج جماعة الإخوان المسلمين بما فيه الكفاية لتتخذ المواقف التي تحتوي على مرونة كافية تسمح بالذهاب إلى منتصف الطريق والمشاركة، وأيضا أن يكون لدى الطرف بين قوسين المنتصر في هذه المرحلة ما يكفي من المرونة ليدرك خطورة الاستقطاب الحالي، وبالتالي يقدم من التنازلات ما يسمح للجميع بمشاركة على أرضية وطنية بحتة. بس أنا شايف أنه على الأمد البعيد مطلوب من جماعة الإخوان المسلمين أن تأخذ قرارا استراتيجيا أظن أنه لا بديل عنه. إيه هو؟ وهو حل جماعة الإخوان المسلمين والاكتفاء بحزب الحرية والعدالة لممارسة العمل السياسي، لأن احنا في وضع لا يمكن احتماله ولا يمكن قبوله. يعني كان من الممكن أن نحتمل وجود جماعة الإخوان المسلمين وأن تمارس هذه الجماعة عملا سياسيا وعملا دعويا، يعني بنفس التركيبة اللي قامت منذ تأسيسها على يد حسن البنا في سنة 1928، لما ما كانش فيه للجماعة حزب وكانت الجماعة نفسها بترفض قيام حزب والظروف السياسية لم تكن تحتمل إنشاء حزب خاص بالجماعة. الآن وقد أصبح للجماعة حزبها السياسي، فكل من يريد المشاركة في العمل السياسي يمكن أن يقوم بذلك من خلال الحزب وليس من خلال جماعة تقوم على السمع والطاعة وتقوم على المبايعة، لأن فكرة السمع والطاعة وفكرة المبايعة تتنافى مع أبسط قواعد العمل الديمقراطي وقواعد المشاركة السياسية. وبالتالي لا يستقيم أبدا أن يبقى في جماعة هذه تركيبتها وهذه أيديولوجيتها ويبقى في حزب سياسي، ليتبنى الحزب السياسي أي مرجع فكرية يريدها، لكن الجماعة كجماعة بهذا التركيب لا يمكن إطلاقا أن تتعايش مع نظام ديمقراطي. دكتور حسن، وإحنا بنتكلم على مشاركة الإخوان المسلمين في الحكومة وأن ده يعتبر زي ما نقول اعتراف ضمني بما حدث من جماعة الإخوان المسلمين، وده شيء مستبعد قبل أن يتطور الحوار إلى مرحلة مقبولة، عايز أخد حضرتك إلى تشكيل الحكومة بقالنا فترة دكتور حازم الببلاوي بيحاول أن هو يعمل حكومة عليها نوع من أنواع الإجماع. طبعا احنا مش بنتكلم على اجماع يشمل او يشتمل على جماعة الاخوان المسلمين، ولكن بنتكلم على اجماع مقبول ما بين الفصائل السياسية اللي موجودة. رؤية حضرتك للاسماء المبدئية المطروحة وشكل اداء الحكومة حتى الان، شكل الاداء المفاوضات علشان نعمل هذه القائمة الاخيرة حتى الان، ايه تقييمك ليها؟ لا انا مش عايز ادخل في الاسماء، انما انا عايز اقول انه مفيش معايير واضحة بتحكم تشكيل الحكومة. يعني انت في البداية بتقول انا عايز اعمل حكومة تكنوقراط، هل هذه حكومة تكنوقراط؟ بالتأكيد لا، لانه اولا حتى الذي كلف بتشكيل الحكومة في البداية هو الدكتور البرادعي، والدكتور البرادعي شخصية سياسية وهو رئيس حزب الدستور، حتى زياد بهاء الدين عضو القيادة، يعني احد القيادات العليا في حزب الديمقراطي الاجتماعي، نفس الشيء بالنسبة للدكتور حازم الببلاوي،
وبالتالي أنت أمام شخصية حزبية في واقع الأمر، فلا تستطيع أن تقول أن هذه حكومة تكنوقراط حتى ولو كان يرأسها شخصية يعني اقتصادية أو شيء. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنا شايف أنه كان الأفضل أن يكلف صراحة، يعني رغم كل تحفظاتي وخلافاتي المعروفة على الدكتور البرادعي، إنما الدكتور البرادعي هو الشخصية المناسبة في هذه اللحظة لتشكيل الحكومة. فلماذا تم التراجع عن تكليف الدكتور البرادعي بتشكيل الحكومة لمجرد أن حزب من الأحزاب اعترض على هذا؟ طب أنت بقى عشان تعالج المشكلة دي عملت حركة التفافية، فعينت الدكتور البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية، والمفروض أنه عندما يكون رئيس الجمهورية هو نفسه رئيس مؤقت، فليست هناك أي حاجة لتعيين نائب رئيس الجمهورية. وكمان الدكتور البرادعي اشترط لقبول منصب نائب رئيس الجمهورية أن يتولى بنفسه إدارة ملفات معينة. وحتلاحظ حضرتك أنه كل المشاورات الخاصة بالحكومة تمت في حضور الدكتور البرادعي اللي هو نائب رئيس الجمهورية، وفي حضور الدكتور الببلاوي المكلف رسميا يعني تشكيل الحكومة، وحضور الدكتور زياد بهاء الدين الذي قبل منصب نائب رئيس الحكومة. فكأنه ده بيديك انطباع ايه؟ ان الدكتور البرادعي هو في واقع الامر المحرك الاساسي لعملية لتشكيل الحكومة، وهو الذي يختار الوزراء وله تقريبا حق الفيتو، او هو الذي يعني يقبل في نهاية المطاف. طب ما كان أظن معايير الشفافية كانت تقتضي حتى لا أدخل في هذه المتاهة أن أنا أكلف الدكتور البرادعي مباشرة باعتباره رجل المرحلة وفي قبول من الشباب إلى آخره، وجرب الرجل وشوف قدراته، والله إذا نجح سيصفق له الجميع، وإذا فشل يبقى تحمل المسؤولية. إنما الدكتور البرادعي بمنصبه كنائب رئيس جمهورية ويعني يملك سلطة، يعني هو المحرك وراء ستار، لكنه ليس مسؤولا ولا يتولى منصبا تنفيذيا، وهذه مسألة بالغة الغرابة. احنا هنتوقف عند هذا التساؤل الهام جدا، ان هي كيف ستؤول الامور في الحكومة اللي بيقودها دكتور حازم الببلاوي، ولكن واضح ان فيها نفوذ قوي جدا لدكتور محمد البرادعي. بشكر حضرتك على وجودك معنا دكتور حسن نافع، استاذ العلوم السياسية واحد اهم المفكرين السياسيين في مصر حاليا، نورتنا فندم. اشكرك. مشاهدينا دي نهاية ساعتنا الاخبارية، نلتقي مع حضراتكم كل يوم من الساعة 12 حتى الساعة 1 ظهرا. بشكركم للمتابعة.